بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آخر ما كنا فيه هو وصية الشيخ لما تتوقع معرفة أسرار التصوف بقراءة في كتب أو شعر أو أرجوزة، وهو واضع الأرجوزة، ولكنه عاد فقال يعني ما دمت يعني قد سألتني الموضوع سأجيبك بما يمكن ذكره، لأن هم لا يحبون ذكر هذه الأمور المتعلقة بحقيقة التصوف التي انتهى إلى أنها هي حقيقة الإنسان، وأن الله خلقه على الصورة الربانية، وطبعا صورة منزهة عن التركيب والحدود والنهايات، وإنما هي صورة معنوية يعني على الصفات الجامعة لعالم الخلق البدني منها والروحاني، فهذا هو المقصود كما مر في والله. وقال لعلكم تذكرون بأن الإنسان أكمل خلقا من الملك في هذا الباب بالذات، باب البحث عن الأسرار والانطلاق إلى الآفاق العليا والعروج في المراحل الثلاثة المعروفة، وهي التخلي أولا عن المعونات والعيوب، التحلي بالكمالات والفضائل والأسماء الإلهية، ثم التجلي، وهذا لا كلام فيه، إنما هو عطاء رباني كما قال صاحب الحكم الإسكندراني، نور مستودع في القلوب ونور مستمد من خزائن الغيوب أو شكها، وهي كلمة مطابقة تماما لما رواه ابن القيم عن الإنسانية نفسه، وهو أن النور كما هو في سورة النور نوران، نور الوحي ونور الفطرة، نور الفطرة أولا ثم نور الوحي، ولذلك قال تعالى نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال، فالمثل ليس مقصودا به كما قيل في العربية الأمثال لا تغير، وإنما ليس المقصود به أيضا جسم المثل أو ألفاظه، ولكن معناه يعني يضرب باستحضار صورة موردة، حاجة اسمها مورد وحاجة اسمها مضرب، مورد المثل القصة القديمة ومضربه الحالة الحاضرة، فهذا هو شأن الأمثال، ويضرب الله الأمثال للناس والله كل شيء عليم. وقال إن الملك خلق من النور الخالص، ولذلك لا يصدق معه كلمة ومن هنا يبتدأ الطلوع، ومن هنا يبتدأ مش يبدأ، يبتدأ الطلوع يعني العروج، لأن الإنسان كما قال فيه الناحية النورانية وفيه الناحية الأخرى البدنية، وهي أشبه بالطلاء الأسود في ظهر المرآة، المرآة نفسها الزجاج لا يحفظ الصور ما لم تكن له يكون له غطاء أسود خلفه، فهنا يعكس هو الانعكاس هذا، إنما الملك لأنه نور خالص ليس
وهم في السماوات كما قال الله تعالى أصلا، وقد يكلفون كما في أول سورة النازعات بتدبير أمور معينة فينزلون في ما يختاره الله من جمال من الصور الجميلة فقط، أما الجن والكافة يتمثل في أي شيء. ولهذا فهو نور خالص وهو لا يعكس، وإنما هم في ذكر دائم. أشبه باللون أو الزجاج الذي لا يعكس الصور ما لم يكن. الخلفية البدنية في الإنسان هي التي تهيئ له هذا العكس أو هذا العروج، واللي هو يقصد بكلمة ومن هنا يبتدأ. أرجو أن تكونوا متذكرين الأبيات، وأظن ستوزع عليكم اليوم اللي نسخ من الدرة ولا من الـ أظن خذوا قبل كده المنظومة. وفيه عدم تطابق في ترقيمي وترقيم الأبيات. أبص كده من أين جاء هذا حتى نصلحه. هذه الأبيات حسب شرح زروق، الشيخ زروق، هنا أبيات زائدة، يختلف أبيات زائدة وأشطار مختلف. شطر وأشطار، الشطر جزء البيت نصفه، ولذا يسمى مجزوء. مجزوء كذا يعني محذوف نصفه، نصف التفاعيل. وهو جائز في بعض الأبحاث. وكنا بنقول ايه، فهذا العروج بسبب هذه الخلقة التي تفرد بها الإنسان، ولذلك هو يحكي عالم الخلق بكل عناصره وكما شرح. وأنا أضيف لكم اليوم أن الهدف واليقين، واليقين له مراتب ثلاثة. اقرأ سورة التكاثر، المرتبة الأولى هي مطلق اليقين، ويقين يعني 100%، يعني ما فيش احتمال ولا شك ولا ظن. والأدنى من اليقين هو الظن، ويبدأ بغلبة الظن ثم الظن المطلق لغاية 50%، وما دون 50 هم بيسموه وهم، مش يعني غلط 100%، إنما ضعيف وهم أقل من 50% معرفة، ولكن معرفة ضعيفة لغاية 1%. وأما ما دون وهو الصفر فهو الجهل، الجهل البسيط، ما دون الصفر نفسه. أما إذا ذهب إلى ما دون الصفر، 2 تحت الصفر أو 10 فهو الجهل المركب. وهناك مركب أس 1 ومركب أس 2. مركب 1 يعني مش عارف، يجهل ويتهمك أنت بالجهل، هو يجهل والذي يجهل، ثم يجهل أنه يجهل، ثم يتهمك أنت بالجهل. هذا مركب من 3 جهالات، والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم. وكل ما يخالف ما هو واقع في نفس الأمر فهو جهل. لابد في العلم من أن يقاس إلى، وده مش لأن الذي في الواقع أو خارج الأذهان هو الأولى، ولكن لأن المطابقة تستلزم هذا. إذا عرفت الشيء على ما هو عليه في الواقع فهذا هو تلك هي المعرفة، أما إذا عرفته على غير ما هو عليه في الواقع فتلك معرفة خاطئة أو جهل. كلامي واضح؟ أول حاجة هي اليقين، ولكن هناك ما يسمى بعين اليقين،
وهو أن تتيقن وترى أو كأنك ترى، تراه بعين الجسم أو بعين البصيرة. عين البصر أيضا تعطي يقينا غير الأدلة النظرية والعقلية، ولا يشكك في إدراكات الحس لأن الشك فيها الاستدلال العقلي قد يعطي يقينا، ولكن بعد ما تشوف الحاجة ما يصحش أنك تتساءل عن وجودها أو عدم وجودها. الوجود المرئي والمحسوس من أقوى أدلة، لأنه السبيل إلى الاستدلال على وجوده سبحانه. ولو شككنا في هذا بنشكك فيه للفحص والتأكد بس، إنما مش تشكيك في كونه طريقا إلى المعرفة. بعد الفحص والتدقيق تفرق. ولذلك قالوا يعني إن طرق العلم للخلق لله تعالى، لا بعكس ما هو في العقل. ثلاثة: الحس السليم، مش بتكلم في المريض المعيوب، الحس السليم، والخبر الصحيح. الصحيح يفيد ظنا غالبا، والمتواتر يفيد يقينا. قلت لكم فايدة في المتواتر لا تنسوها، وهو أنه ثلاثة وليس اثنين. متواتر لفظا ومعنى، متواتر معنى فقط وإن اختلفت الألفاظ، لكن القصة واحدة. ومتواتر شبه معنوي، وهو القصص متعددة ولكن يستفاد منها معنى مشترك تدور حوله هذه الأحداث أو القصص. مفهوم؟ وهذا ليس من اختراعي، وإنما هو اكتشاف من الإمام الغزالي في المستصفى، بدأ به صاحب الشاطبي. الشاطبي صاحب الموافقات، سبحان الله. فهو قد أشار في المقدمات الأولى للكتاب إلى هذا المعنى منقولا عن الإمام الغزالي، وأنا أبرزته فقط في بحث أظن ألقيته في المغرب عن البلد ما أهل. فالوسط ده هو اليقين الحسي، لكن هناك وهو ده اللي سمي عين اليقين اللي شوف عليك. أما حق اليقين فهو القطع، الجزم بحصول الشيء وتحققه. وقد تكون هناك رؤية وإدراك حسي ثم الدخول فيه. أما تخش الجنة بقى إن شاء الله، أشوف كلمة في جنات، ده حق اليقين اللي هي مكابدة الشيء نفسه ومخالطته. وهم عادة يضربون المثل بالفراش الذي يرى النور من بعيد، فده عين اليقين، لكن لما يروح ويلف حواليه ويحس بالحرارة بتاعته وربما يندفع فيدخل فيه ويحترق، ده حق اليقين. ويضرب الله الأمثال للناس، أرجو أن يكون المثال. وهذا المثال المفضل عنده لأنه يحكي حال المريد، يعني هو يبدأ باليقين لكن لا يكتفي به، يريد عين اليقين وحق اليقين. وهذا لا يكون إلا بعد قتل النفس،
قتل النفس على الخلاص من الشهوات والميول والعلاقات بالدنيا بس، والخلوص لله وحده. يقين صحيح ومعرفة كما حفظونا في الأزهر زمان، العلم الجازم المطابق للواقع المبني على دليل. والكلام الثلاث حاجات دول متاخدين، او اللي ركز عليهم كتير الراجل بتاعكم سانوس من بني سانوس جنوب ايه جنوب مدينه تلمسان، هم يقولوا على وزن الفعل تلمسان كانه مبني على مسنة، هكذا الكتب بتقول. واحنا عندنا تلامسة المساني الميساني، قال ان هو يعني تنبه لهذا المعنى الذي يعني هو اول من بدا بشيء ما نعلم. الامام الغزالي في كتابه الجليل الذي لم يكتب أحد بعده في الأصول إلا واخذ منه نهاية آخرهم، وهو شيخنا الشيخ علي حسن الله رحمه الله في كتابه الدقيق أيضا أصول التشريع الإسلامي، أصول كان يدرسه بنفسه في إدارة العلوم أدركناه شيخنا الشيخ علي. وكان ساكن في بيت قصاد دار الحكمة مباشرة، وبعدين انتقل إلى مسجد بناه أولاده، كان أولاده في مقاولين ومهندسين ووزراء، وسكن في غرفة فوق المسجد وينزل للصلاة لكل صلاة ويطلع ثاني خريات حياته الشيخ علي حسن الله، وهو زميل أبي زهرة وقرينه. بس مش بعمل دعاية لدار العلوم في قلب رواق المغاربة، أذهب مسجد السلام يا سيدي، مسجد السلام ربما يكون اسمه كده، انا صليت فيه مره واظن في حياه الشيخ. وصاحبني الى هناك واحد من اصهارهم وهو الشيخ محمد الراوي. من الشيخ الراوي؟ انا قلت في الحكايات يعني سوى التأسي يقول لي انت تعرف الشيخ الراوي اصلك شكله، فلما تعرفوش انت مصري أصلك شكله، فأنا أقول له أصله أنا كنت ساكن معاه، فبهت علي بهت يعني أكسب اللون، فيقعد يضحك. أحببت أن أذكركم وأن أعطيكم الفائدة الجديدة الخاصة بمراتب اليقين. في اليقين مراتب، مع انه قطعي لكن تعرف ربنا بالدليل العقلي، تعرف ربنا بالنص القرآن، تعرف ربنا عن طريق الصالحين. جالسوا من تذكركم بالله رؤيته، ما فيش استدلال ولا حاجة. سيدنا عيسى كان يمشي وسياح في الجليل في شمال فلسطين ويشوف الصيادين يشاور عليه كده إلى قلبه يمشي وراه على طول، ولا دليل ولا حكاية يتبعه. اتبعتني فلا تسألني، قالوا مش أنا متربي قبل كده بس مسكتش لأنه في مقام الرسالة
إنما صاحبنا في مقام الولاية ربنا مكلفه بحاجات هو لوحده، لكن سيدنا موسى عند الشريعة ولقد شيئا. ها إيه شيخنا الأول النيل وبعدين شيئا نكرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو صبر لعرفنا الكثير، لكن هو كفاية صبر ثلاث مرات زي برضو المعراج سوي يتردد ثلاث مرات، وبعدين الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم استكثر انه يكرر الرابعة، وأخبر بأنها كذا في العدد وكذا في الأجر فلا حاجة. وده فرق ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى. وسيدنا الشيخ الأمير في حاشيته على الجوهرة يقول بأن موسى نمرة اثنين التالي لمحمد. ليه؟ فكر انت بقى. قلنا اللي فات وإنما تعرف منه وصفا لست تراه، لأن حقيقة الأوصاف معنوية لا تدرك بالحس، وهو ليس يخفى ولكنه لا يخفى على أرباب العقول والألباب. قلنا وسائل الإدراك حسب القرن الثالث الهجري الحكيم الترمذي، الصدر فيشمل الحواس، والقلب اللي هو بأول ما جاء من الحس، ثم اللب ثم الفؤاد، ولا الفؤاد ثم اللب البعض، ثم السر ثم سر السر. كل دي وسائل إدراك في الجهاز البشري، لكن الواحد منا لا يعرف الكنوز المذخورة في داخله. فهو هنا بيقول وإنما تعب وإن كان لا يخفى على ذي لب. ومع ذلك هقول لك حاجة، ولذلك هنا هو استشهد. ويا شيخنا بقى شوف شوف يا عم الشيخ حسن، انت قلت لنا على البطاس اللي اسمها القلى، والقلى كلمة قرآنية بس بمعنى الهجر والترك. سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى، ما سبكش ولن يتركك، ما انتش فاكر كذا وكذا لما عملنا معك كذا كما قال لموسى، مش فاكر لما كان كذا مع ست والدتك كذا وبعديها كذا دخلت كذا ورحت إلى مدين كذا. وأي واحد منا يفكر في حياته يجد الكثير من رحمة الله عز وجل، حتى في الشدائد حتى المرض فيه نعم. يعني يقول والمنحة في طي المحنة. فهو جايب أبيات بهذا المعنى، لقد ظهرت سبحانه فلا تخفى على أحد إلا على أكمه. الأكمه هو الأعمى من الميلاد، يعني يولد أعمى اسمه أكمه، إنما أعمى بعد ما كان سليما لا يسمى أكمه. لذلك يعني حتى هذا الأكمه كان سيدنا عيسى أعطي الإذن في أن يعيد إليه بصره، كان عاد إلى حياته ألا يعيد إليه بصره. إلا على أكمه لا يبصر القمر، لكن بطنت الظاهر والباطن الأول والآخر، لكن بطنت بما أظهرت. شوف يعني لا ظاهر إلا إذا كان وراء باطن، وإلا هو يبقى حاجة واحدة، ولا باطن إلا إذا كان له ظاهر، وإلا بطون عن ماذا؟ لأن الاثنين
كما يقال من المعاني النسبية الإضافية لا يظهر إلا معه. والغريب أن الظهور هو الدال على البطول لهذا الاستلزام، والبطون يؤكد الظهور لمن وصل إليه. إلا على أكمه لا يبصر القمر، لكن بطنت بما أظهرت محتجبا، وكيف يعرف من بالعزة استترا. لكن بطنت بما أظهرت محتجبا، أنا قرأت غير كده، أظهرت محتجبا، أظهره يعني بالتجلي، كله صادر عنه عز وجل، لكن عند المتكلمين بالإرادة والخلق والقدرة، علم وقدرة وإرادة وقدرة، لكن عند دول بالتجلي، يعني زي كذا يعني المصباح والأشعة الصادرة عنه، كله صادر عن الله سبحانه وتعالى، وكله في النهاية نور، الوجود نور، لأن أصل الظلمة لا شيء، عدم كما قلنا، مش ملكة، يعني مش وجودان متقابلان النور والظلمة، لا، الظلمة هي عدم النور، فهي عدم ملكة. العبارات دي تفهموها من لغتهم، الكلام ده يا شيخ قلت لك الحق الكلام اللي خليته زمان معنا الناس دي 20 كلمة، ما هيش مصطلحات لكن هي لغة علمية. محتجبا في الحجب، دي بيتكلم هو عن الحجب، بس الحجب عندهم عند الخواجات يعني سحابة وحجاب برضو تحول، لكن السحاب ممكن تخترق الأنوار وليس حجابا كاملا، وإنما الحجب هو المفهوم الإسلامي عن، وآخره حجاب العزة، أن ربنا عزيز والوصول مش سهل، هذه العزة. وكيف يعرف من بالعزة استترى، يعني يعرف معرفة الكون مش ممكن، كما قال الإمام الغزالي لا يعرف الله إلا الله، يعني بالكون وحقيقة الذات، لكن في معرفة اسمها معرفة بالوجه، يعني من وجه ما، من جانب ما، من معنى ما، كلام ده من لغتهم، لكن اللي ما يعرفش يسأل. المعرفة بالوجه والمعرفة بالكون، معرفة الحقيقة اللي هي الكون، وقد زعموا أن التعريف عند أرسطو يكشف الكون، لكن مش شرط، ممكن وممكن، وعند المتكلمين التعريف بالتمييز فقط، تمييز الأشياء بعضها عن بعض، ولا يعرف الكون في كل شيء إلا الله، ومنها كنه الذات، لكن يمكن معرفة بالوجه، بوجه ما. ثم انتقل وجاء ببيت، وها أنا أشرح منه البعض بقدر ما تفهمه فلترضى. ترضى هنا بمعنى تقنع، اقنع بهذا القدر القليل الذي يمكنني ذكره لك لكي تفهمه بعقلك، هاي تقترب بالشهود مش بالفهم العقلي، لكن دي تقدر تفهمها بعقلك. تنبه لما أقول، وبعدين قالوا إن لا، لأنه من السر المكنون اللي هو الكون، كنه الذات الذي لا يحيط به إلا علام الغيوب، الذي أحاط بكل شيء علما.
ثم قال في الآية أخرى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعني حاجة وهو ده معرفة الوجه. ثم قال إن إذا حبيت بقى حاجة أكتر من كده إذا غيرت بعض عاداتك سأغير لك عادتي معك ومع الناس اللي هي خوارق العادات، الطريق إليها ترك العادات المذمومة، تسيب عادة من عاداتك كنت بتدخل توقفت عن التفكير، كنت تتكلم في حق الناس توقفت عن التعرض بالغير كده، فهو يغير لك كل حاجة بحاجة، إنما مش بدون. ولكنه عبرت لك عن كنه السر تعرضت للهلاك، يعني ربما تعرضت للهلاك كما حدث مع الحلاق، نحن لسنا ممن نسيء الظن به، ولكنه لم يقوى على كتمان السر، والرجوع الحق هي قلوب الرجال قبور الأسرار، لكن هو كشف له عن شيء فبدأ يتكلم عنه مع من يستحق ومن لا يستحق، ولذلك جاء الشيخ النوري وقال له أولاً ننهك عن العالمين، يعني ما لكم للناس، خليك لحالك، إيه اللي خلاك؟ فقال إذا كان كده ربما تعرضت للقتل أو قتلت نفسك، زي ما قلنا القتل الأحمر أو الموت الأحمر. وبعدين جاء ببيتين حسب الترتيب في الكتاب ده 27 و28، فهذه الحقيقة النفسية ترتيب البني آدم ده أو حقيقة الإنسان أو الخلقة والفطرة البشرية المخالفة للملك وللجن ولسائر المخلوقات هي ما تميز به الإنسان، وهي الخلق على الصورة، الصورة يعني الصفات المعنوية والأسماء الحسنى، فهذه الحقيقة النفسية موصولة بالحضرة القدسية، الجانب المادي الحسي معروف البدن، لكن الجانب الروحي أو المواهب الروحية أو الوعي الروحي في الإنسان الذي تفرد به، وده برضو من التعليم الأول، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني الملائكة عشان كانوا يقولون في حاجات ما يوصلوش ليها. أنا كل شيء عادي، أنا عارف إن البني آدم مستعد من ناحية وأنتوا لا، وإن كنا تكلمنا في التفضيل والعلاقة بين عوام الملائكة وأنهم أفضل من عوام البشر، ولكن رسل البشر أفضل من رسل الملائكة، وكلام سبق. فالحقيقة النفسية الروحية هي موصولة بالحضرة القدسية، أما الجانب المادي من الإنسان والحقيقة البدنية أو الحسية كما هو معلوم شغل الأطباء البشريين، إنما ذوك شغل الأطباء الروحانيين إن منهم صاحبنا ده السلاقوسطي، ابن البنا السلاقوسطي، مش ابن البنا الحاسب صاحب الرياضيات،
وهي مش رياضيات بس عددية وإنما رياضيات كشفية، لأنه لا يمكن يوصل، لأن فتح بيت المقدس سنة 583 بالتحديد، من سنة 520 لا يمكن ذا الحكاية. هو قال إن أنا أخذتها من أوائل سورة الروم، والبضع كذا 9 وسط وكذا وفوق 4 وتحت 4 وكلام من ذا. ابن العربي بيقول ده هو بس بيخبي أو يريد يعني حجب الشهود، حتى لا ثم تحقق مسألة 583 بعد نصف قرن أو يزيد. فهذه الحقيقة النفسية موصولة بالحضرة القدسية، وإنما يعوقها الموضوع، الموضوع يعني البدن، لأن ربنا وضع الروح في البدن، نفخها في الجسم، فتلك نفسة أو نفخة إلهية. فكما يحل العرض في الجوهر كذلك تحل الروح في البدن. الحلول، الحلول تقى يعني حلول الصفات الإلهية أو أجزاء الذات الإلهية، وده غير متصور، محال أصلا. إنما مش كل حلول ممنوع، حلول الجوهر في العرض لأنه ما بيسموهوش مكان، الموضوع هو اللي في مكان جسمك في المكان، لكن الصفات جوه الجسم. فلان طويل أو عريض أو أسمر أو أبيض أو مطيع أو عاصي، تلك صفات مش قاعدة على الأرض، إنما موجودة فيك وأنت لا قاعد على الأرض، فهو الموضوع. وإنما يعوقها الموضوع هو الذي الانشغال بشؤون البدن، هو بطمس عين البصير، عين حاجتين توجه العدسة إلى الشمس، ولازم تكون مصقولة ليس عليها غبار، حاجتين الصقال والتوجه، التوجه عن القصد وصحة القصد إلى الله، والصقال اللي قلنا عليه ده مرحلة التخلي، فالتحلي التجل. فبقول لك عايز بقى كده قدامك السكة. وإنما يعوقها، يعوق النفس، الضمير للنفس، الموضوع الذي وضعت فيه. هو ساعة يستخدم نفس معنى الروح، لكن النفس عموما عند الصوفية عنوان للشهوات، مش مستحب وينبغي. وبيقول يعني المعراج ده يكشف لك عن معاني الأسماء والصفات، وما عندهمش صفات، لكن يتمسكون بما ذكر الله تعالى في سورة البقرة الأسماء. وجايب هنا أظن الأبيات بتاعة الشاعر المصري ابن الفارض، يا ريت ترجع بديوانه. يقولون لي صفها، فأنت بوصفها خبير، أجل عندي بأوصافها علم، صفاء ولا ماء، المعنى بس لكن ما فيش محسوس، صفاء ولا ماء، ولطف ولا هواء، الهواء يعني مسيل لألطف الممدودات، حتى الماء له ثقل لكن الهواء لطيف غير كثيف، صفاء ولا ماء، ولطف ولا هواء، مش هوى بمعنى الهوى والمحبة، هواء
ونور ولا نار. شفت من بعيد فلا خلوكم هنا لما اشوف لعلي اتيكم بقبس او خبر. لكن ده رؤيا من بعيد لما اقترب نور في الشجره. ثم بدا الخطاب اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. ماشي يا ساده. ابن الفرد بيقول نعم عندي باوصافها علم، صفاء ولا ماء، ولطف ولا هواء، ونور ولا نار، وروح ولا جسم. وبعدين بيقول كمان تقدم كل الكائنات حديثها. يعني الأولية دي شغلان عشان تفهمها. فوق العقل، مش ضد العقل، فوق العقل. ايه ده اللي يبقى ملوش أول ولا آخر أبدا، ويوجد من تلقاء نفسه، يستوجب أن يوجد. خواتر باي ديفينيشن، إن تعريف نفسه يستوجب وجوده، لأنه أنت الممكن. مين يقول أنا واجب؟ طب أما قبل ما تتولد كان العالم خربان؟ وأنت جيت في السكة، فقطعا أنت ممكن. فمن الذي أوجد الممكن ورجح وجوده على عدمه؟ لا بد من وجود واجب، وإن كان تصور الواجب نفسه شغلانة. عارف ما شغلانة؟ أمر كبير، لأنه لا هو يوجد لا موجد له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تقدم كل الكائنات حديثها، وده في إشارة إلى قدم القرآن. الصفة النفسية القرآن الصفة القائمة بالذات، اللي بيقولوا عليها يعني معرفة بالوجه كده عند الأشاعرة والماتريدية، نفسية مشيل وبس كده، لا يحبون التفصيل في هذا. يعني القرآن قديم، مش ضروري تقول كده وكده. تقدم كل الكائنات حديثها قديم، ولا شكل هناك ولا رسم، لا وجود في الأزل لأي محسوس. كل محسوس فهو ممكن، وما دام ممكن يبقى مسبوق بعدم نفسه، ويبقى في واجب أوجده. حاجات لابد منها كده أمام العقل، ولا مش ماشي الكلام؟ فالضرورة العقل تقتضيه، لكن إزاي مش هتعرف؟ تجد من تلقاء نفسه ومالوش أول ومالوش آخر، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء يحيط ولا يحاط. لا يحاط بذاته قطعا ولا اي حاجه، انما لا يحاط بعلم الا بجزء من ما ياذن به. تقدم كل الكائنات حديثها قديم ولا شكل، ومش عارف نفهم ولا غيره. احاديثنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى هذا الجمال يشير. حديث كثيرة وأوصاف كثيرة، ولكن حقيقة واحدة. وقامت بها، يعني بتلك الحقيقة، وقامت بها الأشياء ثم هناك في الأسد.
وهذا كما قلت لك الأزل والأبد حاجة فوق التصور. لكن الشيخ المغاربي والمغرب يمتد لغاية جامبيا، عارف جامبيا جزء من السنغال، وقامت بها الأشياء ثم هناك في الأزل لحكمة بعد ذلك، يعني الأشياء جاءت بعد الأزل، كل ما هو مادي فهو بدأ بالزمان. بها احتجبت، مش كده يا شيخنا، عن كل ما لا له فهم، ما لا فهم له، طبعا بغير في ترتيب نتكلم عن الغيرية، والغيرية كما هي في كتاب البمع الأمران اللذان يصح مفارقة أحدهما للآخر، كل حاجتين يمكن مفارقة أحدهما للآخر يبقوا غيران أو غيرين، لكن الملازمة شيء آخر، الغيرية ترتبط بجواز المفارقة. وهو هنا بيقول إن العالم التركي ده اللي اتكلم عنه الأزميري نقل هذا المعنى نفسه عن أبي منصور الماتريدي، فهما في تفسير الغيرية ذكر مثل هذا المعنى قريبا منه. وبالتالي فإذا ذكرت هذه في الفروق فهي ليست فرقا في الحقيقة، ربما تكون فرقا بين بعض الماتريدية أو المفسرين الشراح وبعض الأشاعرة كصاحب النسفية أو غيره، إنما في بالنسبة للمشايخ الأول الشيخ أبي الحسن والشيخ أبي منصور تفسيرهم لغير غير، يعني إن الصفات يا ترى هي عين الذات ولا غير الذات. الأشاعرة يقولون، المعتزلة يقولون الصفات عين الذات وليست غيرا، ولكن لدى الأشاعرة أن الصفات لا هي عين الذات ولا هي غير الذات، ما يصحش يقال هذا، لأن كلا الأمرين لا ينفكان، لا يمكن خلو الذات عن القدم. فلان اتولد طويل، تقدر تاخذ الطول منه ويبقى حيا؟ مستحيل، هيموت، لا تنفصل الصفة عن الموصوف. مثل هذه الأشياء ليست غير، وهي عن المسألة، وبالتالي فلا تعدد. يعني حجة المعتزلة أنه كفرت النصارى بثلاثة وأنتم بتقولوا بسبعة غير ربنا، يبقى في ثمان حاجات قديمة، والقدم أخص وصف الذات، يعني هو من أخص صفات الله سبحانه وتعالى التي لا توجد في غيره، هكذا لديهم. لكن الواقع كده لو تفكر لا يمكن خلو أي ذات إلهية أو غير إلهية من صفات، لأن أبسط شيء إنه لا أول له، ولا أول له يعني القدم، سميه قدم تسميه أولية سميه ما تسميه، ده خلاف لفظي وليس خلافا في الحقيقة والمعنى، والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني كما هي القاعدة، ماشي الكلام. لكن هم يرمون أهل السنة بالقول بالتعدد، فهنا التعدد إنما ينشأ أما يقبل الانفكاك، فهنا تنشأ الغيرية، يبقوا حاجتين. ولذلك الشيء ده ممكن يكون أحمر أو أخضر أو أصفر، فليس كونه يعني بني أو زي ما بتاع ده، إنما من الممكن على سبيل البدل يعني أحمر أصفر، ودي غير دي غير دي غير دي، لأنها تفارق ويتلبس بأي منها بعد الأخرى.
إنما الذات الصفات مش كده، فهي لا تخلو من كمالاتها قط. فلم يقل أي قائل في الدنيا أو القديم أو الحديث إن هناك إلها ناقصا، لا يكون إلها. إذن الكمالات جزء أو حاجة معنوية موجودة في الذات لا تفارق، وليست من قبيل المتعدد ولا المغاير. بين المعنى، وهذا ما قال به الأئمة، يختلف اللي بعد كده يحصل. الفقرة الأولى معناها كده لمن كتب إلي، عشان ما الوقت مش مسمحش بالقراءة الكاملة. الجوزجاني المذكور هو أحمد بن علي العلا أبو العلا، يمكن الجوزجاني 235 إلى 328، مذكور في حتة أقول لي عشان أبقى سائل، لأني مش عارف دلوقتي ذكر فين. ينقل عن أبي منصور الماتريدي، ينقل عن الماتريدي نفسه 333، وده بينقل عنه، يبقى زي 200 مش ما تجيش دي أبدا. و 308 زي أبو منصور 333، والإمام أبو الحسن 324، خلافات ولكن دي الأرجح. فمش معقول إن أحد تلاميذه بيروي عنه. تريد أن تقول من أقرانه، بس ما ده الفرق كبير. حقق التواريخ، ده فن لوحده، وفيات الأعياد وفي ملاحق وأزيال، زي يعني ملحق بالكتاب الأصلي، ودققت وغيرت لعل وعسى. إنما أنا أستبعد أن يكون الجزجاني تلميذ الماتريدي، ويموت 308 والشيخ عاش بعده أكثر من ربع قرن. هل هو إذا كان هو في أي الكتب نقل عنه هذا؟ حاضر نبحث، مش حاضر عندنا يا شيخنا، ما تنساش الحتة دي أنت وحسن. أم هو القاضي منهاج الدين؟ الثاني أقرب، أقرب، ما أقدرش أقطع. إنما الأولاني أنا لا أميل إلى ابن الجوزجاني الميت في 308، فأغلب الظن هو الثاني، لعلي أجبت عن الفقرتين. وأنت شوف صح السؤال، عشان برضو ندور ونتيقن من طرق تكوين البياض. شكرا. أو كده كويسة، وابتديتوا تتحركوا معنا. كان زمان بيجيلنا أسئلة كتير، ما هي الكتب التي فيها أو يوضح فيها المصطلحات الكلامية بالإنجليزية؟ حاضر. وأي كتاب يعني مثلا الرجل اسمه نيكولسون له ترجمة لبعض نصوص الأشاعرة، وأخيراً هم ترجموا أولي عشرات الكتب في العشر سنين الأخيرة. فأي كتاب ترجمة لهذه النصوص هيدي لك المقابلات، وتتعب أنت شوية وتطلعها. إنما لو تفتح ما يسمى في آخر الكتاب، دايماً هم بيجيبوا المصطلحات وصفحاتها، مش هتتعب يعني، وتقدر ولو زرتني أنا أدي لك أكثر من واحد. أو تذكرني يا شيخ حسن وأنا أجيب له حاجة. وفي واحد زيك كده الشهور من السودان أو من الصومال،
وألف كتاب بالإنجليزية في علم الكلام وهو حجايب، وهو ترجم أيضا لنص كلامي. أنت فاكر الأخ جديد كتابه هو أجيبه لك أيضا، لأن الحاجات دي بتدشت في كراتين الكرتونة وعاء كده من الورق كرتون، فلذلك البحث ياخذ وقت شوي، لكن ان شاء الله اتيك بشيء ما فيه. واحنا اصدرنا في مجمع اللغه العربيه عده مصطلحات كلاميه وفلسفيه، وكنا نقدم المقابل الانجليزي، وبعدين كان يعني المناقشات تأخذ وقت طويل، فأرجأنا قلنا ننتهي من المصطلحات أولا ونبقى نجيب القائمة الإنجليزية وحدها لكي تناقش ولا تلهي عن الأصل وهو نص المصطلحات العربية. عليك بكتاب المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية. حسن يمكن هو ما يعرفش 13 شارع عزيز أباظة، لو أنت فكرتني أو جيت مرة خدت نسخة من الكتاب ده. وهناك أيضا لجميل صليبة السوري كتاب لا يخلو من مصطلحات كلامية وإن كان الفلسفة أغلب، وآخر لعبد الرحمن بدوي معجم فلسفي في فلسفة وعلم كلام. ولكن أنا أجيب لك حاجة علم كلام صافي. لعلي أجاب الوجه الرابع. ما هي أفضل شروح لأصول هندسة إقليدس؟ نصير الدين طوسي. اقرأ لنصير الدين الطوسي، وتحتاج أنك أنت تعرف مطبوعاته في إيران وما اللي بيعنا بهذه الأشياء. طبعا دار الكتب، دار الكتب طبعا، ودار الكتب إنما هو له على أصول إقليدس الشرح، يعد من أحسن الشروح. وفي ستعلم أنه في يعني شروح أخرى تقدر توصل إليه إن كنت مهتم بهذا الأمر. أنا تعرضت لبعض هذه الأشياء باختصار في رسالتي للدكتوراه في لندن، وممكن إذا كنت عايز تأخذ عندي نسخة وحيدة صدرت في باكستان دون علمي لما عرفت بعدين، فتصورها أنت فيها كل أعمال نصير الدين فلسفية أو هندسية أو كلامية وأساس الاقتباس يا مولانا الجزء اللي حضرتك حققته ومقدمة أساس الاقتباس. المقدمة كفاية. لم تقيد؟ لم تذكر فيها الكتب؟ البقية الجزء الثاني؟ لا لا الجزء اللي حضرتك المقدمة اللي حضرتك حققتها ذكرت فيها الكتب نصير الدين الطوسي؟ مش كاملة لكنها تفيدك أيضا لو قرأتها، وهذه تباع في دار كتب أيضا. نعم. أساس الاقتباس لنصير الدين الطوسي بالعربية. لكن اللي فيها كده واحد كتب في اسكندرية اسمه ايه مش فاكر، كان رئيس قسم فلسفة اسكندرية أخيرا، وإن كان تحقيقه لتجريد الاعتقاد معيب في رأيي توفرت عليه، وإنما عليك بالمجلد الأول من هذا الكتاب فقد تعرض للكليات العقلية. وإحنا بنتكلم في هذا الوقت لأن إحنا بنقول إذا كنتوا ناسيين المقولات
هي أعلى الأجناس العالمية، فهمني؟ من كليات عقلية. المقولات العشر اللي هو الجوهر أولا، ثم تسعة الأعراض. وحكينا اكتب وراءتك، تكتب عربي كويس، كلام ابن سينا، زيد الطويل الأسمر ولا إيه؟ الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده عود لواه فالتوى. فتلك عشر مقولات سوا، وذكر تسعة، إن زيد هو نفسه وأنت ده الجوهر اللي قاعد على الأرض، والباقي صفات فيه أعراض. إيه هي؟ الطويل، الطول ده الكم، الأزرق ده لون، كيفية، بس كيفية محسوسة، اتكلمنا في المرة اللي فاتت عنها وهتيجي، واللون والضوء والكلام إيه ده؟ الأزرق ابن مالك الإضافة، هو أبوه، لا يفهم الابن إلا بالأب، والأب إلا بالبنوة والأبوة. أنت معنا؟ ابن مالك في بيته، ده المكان الأين، وهو أحد المقولات. بالأمس الزمان، كان متكد الوضع، يعني كان نايم على أو راكن كده متكئ، ممكن يكون واقف، ممكن يكون نايم على الأرض، كلها أضلاع، ده الوضع. بيته بالأمس كان متكي، في يده، في يده دي نفسها ملكية، يعني ما الحاجة اللي تتحرك وياك، مش البيت، ما كان في البيت، بس البيت يغادره ويستنوا البيت مكانه، يبقى أين؟ إنما الحاجة اللي تتحرك وياك زي لبسك وجلدك، أهو ده الملك، فهمني؟ أمس كان متكي، في يده عود، عود يعني حاجة لينة قابلة له، لواه فالتوى، الفعل والانفعال، اللي هو الفعل، والالتواء والانفعال والتأصل، بس هذه التسعة. أقولهم تاني؟ زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده عود لواه فالتوى. فتلك عشر مقولات سوا، دي عبقرية ابن سينا، استخدام الشعر في أمور دقيقة جدا، أصعب يعني جمعها. وإقرأ قصيدته عن النفس، هبطت إليك من المحل الأرفع، ورقاء ذات تعزز وتمنع، إليه أن الروحانيات شيء وحلوله في الجسم مشتاه، وخروجه منه مشتاه، ينشب في الجسم. طيب قلت لي بقى فين أنا؟ ما؟ الوجه الرابع، تخلق اللون الأبيض أو المادة البيضاء إلا كذا واحد. وبعدين جيت أنا قال في مكان تاني، ده في طرق عديدة، وذكر منها خمسة، قلنا أربعة ثلاثة المرة اللي فاتت، وهنقول الرابع النهار وما بعده. وعايزين نخلص الفصل ده عشان نبتدي نخش في ايه، في الضوء ولا في الصوت؟ الصوت، لانه هو بيتكلم دلوقتي عشان تعرف اللي احنا فيه. انت بتقول الكليه، ما هي دي الكليه، كل الاعراض التسعه دي كليات، فاهمني؟ بل هي اعلى اجناس الموجودات، لا يوجد فوقها شيء، لعلك فهمني، لان في الاجناس جنس عالي وجنس وسط وجنس أسفل، اللي فوق جنس وتحته جنس وسطان، واللي تحته أنواع وليس أجناس، يبقى هو ده الأسفل، فهمتني؟ فوق خالص مش عايز بيان، ده هي المقولة دي، هذه كليات العقلية، بس منها ما هو عقلي ومنها ما هو حسي. واحنا اتكلمنا، وهو كان سياق نتكلم عن كيفيات المحسوسه،
يعني المدركة بإحدى الحواس الخمس. ماشي؟ وسائل أو طرق لتكوين اللون الأبيض. وإحنا قلنا إن الأبيض البياض نفسه، البياض في ذاته ليس مادة، ده مجرد حاجة كده زي ما قلت لك تجربة لا تكذب وتشوفها كل يوم، بمبة وقصادها عاكس زجاجي، وأنا ضربت مثل اللي يسموه نجفة لأن بيبقى فيها مصابيح وفيها دلايات من اللون تعكس لونه، لو دققت فيها تلاقي يعني حسب الوضع، لازم عشان تعرف ربنا توجه القلب ويكون صافي ما فيش صدى، التوجه ومنع الصدى. كذلك هنا توجه الزجاج وخلوه منه ده بيحلل الضوء، وتبص تلاقي أصفر وأخضر وأزرق وأحمر وكله، شوفوا وقول لي، أنا بشوفه كل ليلة لا أشك، لأن هذا باللون يحلل الضوء إلى ألوان، فالضوء في حد ذاته مش حاجة كونكريت يا بتاع الإنجليزي، حاجة مجسمة خارج العقول، لا دي حاجة حالة صفة من الصفات. معانا؟ إنما خلافات كتيرة هنا، الضوء في الرأي الأرجح هو اللي حاجة، لكن هو إيه؟ أجزاء صغيرة من الأجسام تدوس على المصباح أو اللي بيقولوا عليه الزرار، الأوضة تنور، انبثت فيها أجزاء صغيرة. فين الأجزاء الصغيرة؟ قول أم هو أشعة منعكسة؟ وده الأرجح كده. حتى الآن ما زالش الضوء واللون والأصوات يبحث في كلية العلوم، لأنها مسائل تحتاج إلى تجارب دقيقة، بعضها حسم، الضوء موجود ولكن في صيغة أشعة، ما تحاولش تقبض عليه ما تقدرش، واللون حاجة تابعة للضوء. واللي أدرك هذا الكلام وسجله علميا ابن الهيثم في كتابه عن البصريات، وقد نشره أحد عمداء كليات الهندسة في جامعة القاهرة، مش واحد شيخ ولا حاجة، وعليك به. وهو بيقول إن اللون تابع للضوء، وأنه هو عبارة عن مراتب الأضواء، وأنا شرحت الكلام ده أكتر وقلت إن في ترددات تصدر من الضوء توصل للعين، التردد بنسبة كذا يدي خضرة، ده اللي بيقولوا العلماء بعد ابن الهيثم، وبنسبة كذا يعمل حمرة، ما يعمل صفرة، هو ذا العلم المعاصر. وإحنا لما بنتكلم في مجمع الوطن بنقول القديم وبعدين نقول العلم المعاصر. وما دام أنت مهتم شوف دور بقى على الحاجات دي، على مصعب وعلى مجمع اللغة العربية والجرافيك ده. المتنبي يقول سيف الدولة تمر بك الأبطال، شوف المديح، ملك ملك الشعر العربي في كل عصوره، من القيس ملك الجاهلية، شعر الجاهلية، شوي في الشعر الحديث، لكن ده
ملك الشعر العربي في كل عصوره. وقد وضعت فيه قصيدة فقراها في الديوان تحية لهذا الملك. ها؟ مش عارف يا شيخ حسن. مفوفة من النسج اليماني. وانا بخاطبه. لكن هو يقول ايه عن سيف الدولة في أعقاب المعركة: تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. زي صاحبنا ذا المصباح ده: ثغرك باسم والله وجهك، مش هتغزل فيك، احنا الأفارقة احنا الاثنين. فهناك وسائل عديدة للون اللي هو أصبح مادة عشان تعمل لون وتبيعه في الأزايز. ده مش هو اللون، اللون ده جوه الإزاز أو البلون، وطفيت النور اختفى الألوان كلها. فاللون نفسه مش مادة، ده حالة. لكن اللي احنا بنعمله ده عشان نصبغ البتاع ده احمر ولا اخضر، دي اصبحت ماده وتلاصق، مش تتغير. هي دي لو قفلت النور يتن اسود وابيض، بس ده مش هو اللون، ده ماده مصطبغه بالوان خضراء حمراء صفراء. انما اللون اللي هو في صميم وجوده ليس إلا تحليل للضوء ومستوياته أو مراتب كما عبر ابن الهيثم. وإحنا زدنا الكلام وضوحا وقلنا إنه ترددات الأشعة من نسبة معينة تدي حمرة صفرة خضرة، اللي بيقولوا عليها إيه؟ ألوان الطيف. وربنا بيوضحها لك بمثال كبير في قوس قزح. عارف قوس قزح؟ عارفين؟ يكون فيه مطر أو غيم أو يبان كده خطوط زرقاء وحمراء في الجو في الأفق من أول هنا لحد آخر هنا. حاجة هات يا شيخنا بقى، بيقول بقى: ولولا اختلاف ما تتركب هذه الألوان. قال لك إن هو في النفات الأصل السواد، وده اللي بيقوله العلم المعاصر، إن الوضع الأصلي الأساسي أو اللي يقولوا عليه اللون الأساس اللي هو مش حاجة، لأنه هو ظلمة، والظلمة ليست شيئا، ده هي عدم ملكة. فهمني؟ عدم النور هو الظلم، وليس وجودين متقابلين كالغيرين اللي قلنا عليه، وجود أمام وجود ويبقى ضدين أو مثلين متماثلين، لكن يبقى حاجتين الأخوين المتشابهين في كل حاجة كالتوأمين واقفين، وده واقف في بقعة وده واقف في بقعة أخرى، هما اتنين. فدول ممكن يتشابهان ويتماثلان ويبقوا غيرين بحكم الموقع، أو يبقوا حاجتين. لكن إحنا بإزاء الضوء الملكة شيء وخلوه، خلو المكان منه، عدم. أنت فهمني؟ والعدم ده يخلق، ليس شيئا لكي نوجده أو يوجده الخلاق سبحانه، إنما هو شاء آخر نفس يتردد في صدرك انتهت الحكاية. يعني ينهي بلغة المتكلمين الأعراض فيتوقف الجوهر ويبقى عبارة عن بدن ميت. هو اللي يسأل يقول لك السر الإلهي كلام. ها؟
علمي ويقولوا من العوام خارج السر لله. يعني سيدنا جبريل نفخ في صدرها مش من عنده وزين له يستقبل الموتى بإذني ويسر بإذني وبإذني، وهو يقول أنا بعمل لكم كده بإذن الله بإذن الله، وأنبئكم أيضا ما تأكلون في بيوتكم. طب مش عرفه هو اللي موجود في الطبق اللي موجود في الثلاجة بتاعتك جت منين دي؟ لكن كل هذه الآيات لم تصلح مع بني إسرائيل، ولذلك حتى هنا يقول لك والله الدلالة الهداية خير من الدلالة. يعني إذا ربنا أراد لك الهداية ويقول لك إيه سحرة فرعون آية واحدة قلبتهم إلى أبطال، فواجهوا فرعون وتحملوا التعليق على رؤوس النخيل، وبني إسرائيل شافوا ما شافوا طول العمر وعبدوا العجل في الآخر. فليست الدلالة وحدها هي الطريق إلى المعرفة، إنما لازم من التوفيق والهداية، وده الذي لا يقول به المعتزلة. يقول لك لا، والمخ يقول لك كده امشي وراه والشرع يجب مؤكد له. على كل حال، فهنا بقى الطريق الرابع لصنع الألوان المصنوعة دي الخليط. يقول لك هو قال قبل كده إن اللي ينتقل الجسم من البياض ولا إلى الغبرة، ومن الغبرة إلى ما أسماه العودية، مش عارف يعني يمكن الحوة أو كذا. يعني ربنا قال في سورة الأعلى إنه الورق، وده برضو من إعجاز القرآن، لما بيتكلم عني وعنك يقول الأرض، آدم من أديم الأرض، شكله شكل التراب الأرض، لكن حواء يقول حاجة ظريفة كده، الذي خلق فسوى وقدر أخرج المرعى فجعله مرعى، أخذ الحشيش غثاء أحوى، أما يتغير لونه يبقى كده يميل إلى الحمرة والداكنة مش سواد، لكن أتكلم عن، وده اللي بقول لك شيء رقيق بين لون الشفاه، خصوصا شفاه الأفارقة مش شفاه الأوروبيين، لأن ذوكها حمراء مش حوة، حواء يعني كده بين الحمرة والسواد. وأنا بتغزل في أمنا حواء، ماليش دعوة باللي هنا واللي هنا. الراجل اللي كان في أمريكا ووصف نفسه بأنه نبي للسود وكان ما عندوش معلومات شرعية، أولاده اتعلموا في ليبيا وصححوا كلامه، إنما هو كان يقول ربنا نفسه أسود وعايز يرفع معنويات السود، ده حتى ربنا نفسه أسود، وده طبعا كلام جهل لأن ربنا لا يوصف بالصفات المادية وتعالى عليها عزة وكبرياء ويخلقها فكيف الحق. فهو هنا بيقول الحوة دي بتاع العود وبعدين سواد، وكذلك يقول لك سكة تانية زي اللي بيحصل في الغمام، ساعات يبقى فيه كده اسوداد وبعدين يجي له أشعة تشوفه يحمر كأنه في حمرة، وبعد الحمرة يحصل فيه ما يسمى لي يا شيخ حسن القلى، ده مش القلى بمعنى الهاجر، لون
وبعدين شواذ. ما دام في متوسطات يبقى في شكك متعدده، في متوسطات بين البدايه والنهايه يبقى بالقطع في شكك متعدده. ل المردسنج واحد المعادن الطبيعيه، ده كلام واحد مشتغل بالعلم ولا ما نقول من كتب القديمه؟ وهو المردسنج اللي هو نفس السؤال عليه بعباره اخرى. والله احنا في 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 الصعيد نقول المرته هي عباره عن متخلفات السمن بعد غليه، بتغلي السمن الزبد يعني وتحوله الى سمن وتخزنه، فبيتخلف منه مع الملح اللي حاجه كده اقرب الى السواد ونسميها المرته، بس بالتاء مش بالدال. ده بنشويه في الصعيد الادنى، لكن ما اعرفش الكلام اللي انا بقوله دايما الشيخ علي مشان موجود في الجيزه وموجود في المنيا، لان الجيزه فيها سيدنا اويس القرني، وما نقول لك عويس ده اسم شائع في بني سويف، انما هي اويس. والبهنسه فيها شهداء الصحابه اكبر عدد يمكن في مصر كلها من قبور الصحابه، واجتماع الناس في هذين المكانين يوحد اللغه والطبيخ والخبيز والثقافه، ما كل ده ثقافه، حتى طريقه الطبيخ والاكل. بس انا اتكلمت هنا عن غسل الحلل والاطباق، قريت غير حياتي في حكايات الشيخ زقزوق سألني السؤال ده، وبرضه بصيت بقيت جنبه الشيخ الراوي، قلت له الشيخ الراوي ده كان فنان في الطبخ، انا اجيب له الاشياء بالسوق وما اعرفش حاجه ابدا لغايه يومنا هذا في الطبيخ، لكن اعرف اكل الطبيخ كويس، فبعد ما ناكل كلنا اخذ انا الحلل والاطباق واغسلها، والله الى يومنا هذا افعل ذلك، مع وجود يعني اله للغسيل ما استخدمها واستعمل انا ذلك، وهي فعلا تميل الى السواد، يعني مرحله فيما بين البياض والسواد. على كل حال هنواصل الكلام، وبيقول لولا اختلاف ما تتركب هذه الألوان المتوسطة منها لاتحد الطريق، تعددت الطرق بسبب المراحل اللي بين السواد والبياض وتعدد هذه الطرق. ومنها ذكر بقى لاتحد الطريق، وهذا إشارة إلى ما نقلناه عنه، الكلام ده عن إيه؟ إشارة إلى ابن سينا واختلاف النقل عنه بين الكتابين، كتاب الشفة اللي هو وكتاب النفس. والرازي لما نقل في المباحث والرازي، بس الرازي بيتحامل على ابن سينا زي ما قال الرجل، انه بيتوسع في تفسير ابن سينا عشان يقفشه كده ويوقعه، لكن دي مش طريقه صح في التفسير، يجب ان نفسر الكلام بقصد صاحبه في الموقع ده او في كتبه الاخرى، لانه هو هنا له سكه واحده، لكن جه في الكتاب الثاني وقال خمس طرق، ما امسكش انا بحته واحده، انا الا الانصاف، وبرغم من الرازي هو الامام اذا اطلقت فهو الامام، لكن مش معنى كده نمشي وراه مغمضي العيون. ولذلك خالفه الامدي في تفسيره للاشارات والتنبيهات، وخالفه ايضا نصير الدين الطوسي، بس الطوسي شيعي والامدي
أهل السنة واتفق في نقد الرازي. وقد تعرضنا لهذا الأمر والمحاكمات والكلام إذا كنت فكرين. هنا بقى بيقول إشارة إلى ما نقلناه عن ابن سينا يعني في الكتابين، والرابع الضوء لا يتقبل، لا مش كده، لا يتقبل استواء، لا ينقل استواء تجربة، أي إذا انعكس الضوء من جسم ثقيل أسود إلى جسم آخر لم يصل المنعكس إليه أسودا، بالعكس ده هو هيبيض لأن الأشعة تسلط عليه والنور أبيض يغلب عليه البياض وإن كان يتخذ ألوانا. لكن إذا انعكست عليه، لو كان الكلام ده كده يبقى يزداد سوادا، لكن بالعكس لما تنعكس عليه الأشعة يبيض. فهو بيقول آخر لم يصل المنعكس إليه أسود، فلو لم يكن إلا سواد وبياض وليس بينهما متوسطات وليس هناك تعدد في الطرق، لو لم يكن هناك إلا سواد وبياض على الوجه الذي ذكره وجب أن يصير المنعكس إليه أحمر أو أخضر. إنما ده مش هو اللي بيحصل، اللي بيحصل إنه الأشعة تسلط على الجسم يبيض، لأن هذه الألوان حينئذ إنما هي الاختلاط الشفاف بالمظلم، فالشفاف ملوش لون، يبقى المظلم هو اللي يمر، والانعكاس إنما يكون من الأجزاء الشفافة دون السود منها، السود من الأجسام يعني، لأن الأسود حائل يمنع الأشعة. إنما بأن الجو هو هنا لما يستخدم، إذا ذكر كلمة فضاء كلمة هواء فهو يعني فضاء، اعرف كده. ودي برضو من لغة الكتابة مش من اللغة العلمية العامة. إذا قال الهواء فهو يعني فضاء، ليه؟ لأن الفضاء مختلف فيه، يا ترى هو خلاء ولا ملاء؟ خلاء يعني ما فيش حاجة، وملاء يعني فيه مادة. الهواء اللي جوه ابن سينا ده مو مليء؟ ابن سينا يقول ليس في الطبيعة خلاء، ما فيش حاجة تخلو المادة. فإذا عندهم على الأقل عند الفلاسفة الخلاء ده عند المتكلمين، اللي هو لا يشغله جسم مادي كثيف، لأن اللطيف ده ما في الهواء ده اللي في الجو ما فيش، ما تقدرش. أنت فهمني يا أيها المصباح. فدي كونكريت يعني موجود خارج الأذهان، إنما اللي هو صورة دي توجد داخل الأذهان، فهمتني؟ فبيقول لأن هذه الألوان حينئذ إنما هي الاختلاط الشفاف المظلم، والانعكاس إنما يكون من الأجزاء الشفافة دون السود، فوجب ألا ينعكس إلا البياض الذي هو الضوء، وهو باطل قطعا. لأن زي ما قلت لكم أي حاجة هتلاقي إن البلور المحيط يعكس الضوء ويتلون أخضر وأزرق وأحمر وأصفر وأبيض، كل ده ما تقوليش أسود، لأن أسود هو امتناع الضوء وهو فوش الضوء على طول. أسود إذا طفيت النور دي ما فيش، وهو الظلمة ما فيش يعني لا شيء. إنما من الأجزاء الشفافة دون السود، فوجب أن لا ينعكس إلا البياض الذي هو الضوء، وهو باطل قاطعا. لأن نشوف عدة أشياء، قال الإمام الرازي وفي هذين الوجهين أيضا نظر، يعني ما هو ساعات يعني المتكلمين يقولوا رأي وبعدين يرجعوا ينتقدوه أيضا، يعني يقول لك إن الإجابة دي مش محسومة، هي في الحقيقة عايزة مزيد من النظر، أو بالأحرى مزيد من التجارب، لأن دي مسائل لا تعرف إلا بالتجربة في المعامل كده. إنما ده كلامهم
ما بين متكلمين وفلاسفة، لكن تلخلهم أنهم أدركوا الحد كده. اللي استخدم ما يشبه التجربة هو ابن الهيثم، ولذلك قلب الميزان وقال كلام جديد في تفسير البصريات، وأنها ليست انعكاسا من العين إلى المرء بل العكس، من المرء إلى عين الرائي تصدر الأشعة، فإذا التقت بعين المبصر حدث إدراك اسم البصر، وكان كالأرسطو يقول العكس. فالحضارة الإسلامية صنعت هذا التقدم في مجال البصريات، وأظن أنا قلت لكم أنك مشينا الشيخ علي، إذا جه الشيخ علي امسكوا كده وقول له هات لي كتاب التيار المشائي، وفيه بينت أيضا شغل عمله واحد يعيش في أعالي العراق يسمى الجزيرة، الجزيرة العليا اللي هي طلعة على حران آخر شمال العراق، واسمه الرزاز الجزري، ابن الأسير الرزاز لأن الأسير كتير، الجزري مات 632 يعني في الثلث الأول من القرن السابع الهجري، وأول ما زرت لندن لقيت المهندس الإنجليزي ماسك المخطوطة وعمل له ترجمة وصنع الآلة التي صنعها الرزاز وحطها قدام الناس كلها على المائدة وشغلها تتحرك ذاتيا من غير مانيفيلا بجهد بشري بطاقة المياه، وقال إن ابن الرزاز ده مش صنعها بس، ووصف لنا الآلة وكيفية صنعها كمهندس معاصر، الله قال كده كأنه مهندس معاصر، وإحنا صنعناها من جديد، كل ما فيها اللي كان بيعمله هو خشب عملناه معدن، ولكن هي وفي مدخل مهرجان العالم الإسلامي كانوا حاطين مكبرة على اللي ما تجيبوها شيء ولا تيجي مرة، زي ما كنت بتوصلني زمان وتاخد المود، بس تتصل بزكريا وعمر في مكة ويجيبوا لكم البحوث بتاع مهندس المدينة. فلما ابن الهيثم بدأ يستخدم تجارب قلب الميزان زي كوبرنيكوس، اللي عمل كوبرنيكوس ان الكنيسة كانت بتقول ان الارض دي هي اللي مشي عليها المسيح، هي كل شيء، هي مركز العالم، تبين ان هي بتلف حوالين اللي بيلف، وكانوا يقتلون من يقول بهذه الحقائق العلمية. الإمام الرازي وفي هذين الوجهين أيضا نظر لجواز أن يوجد هناك أمور مختلفة لأجلها يحس بالكيفيات المختلفة، ممكن يعني أشياء مش لازم، يعني مدام اتحدوا في صفة يبقى اتحدوا في كل حاجة، هم مختلفين ولكن يشتركون في شيء واحد، وإن لم يكن لها وجود في الحقيقة كما جاز ذلك في اللون الواحد، ممكن الحاجة الواحدة الحاجات المختلفة المتعددة تتحد في لون أو في صفة واحدة. الخامس من الطرق التي تؤدي إلى صنع اللون الأبيض أن الطبخ يعني الغلي على النار يفعل في الجص والنورة، أظن دي تجربة معروفة للجميع، أنك أنت بتأخذ الحجر من الجبل وتحرقه وبعدين تلقي عليه الماء يتحول إلى بنسميه احنا في مصر جير، الجير ده ليس إلا حجرا محترقا، لكن إذا أنت بيقول لك لو دققته نسميها هنا شيخنا
يعني إذا عملت بأي طريقة غير صب الماء عليه لا يتحول إلى بياض أو إلى مادة بيضاء. تذوقه بحاجة التصميل ولا التصويل، يعني الدق. فإذا عملته بأي طريقة يتنه على عول لونه المايل ده، ولكن إمتى يتحول إلى بياض شاهق؟ إذا صببت عليه الماء، لأن بيحصل انفعال تفاعل داخل هذا الحجر الجيري ويأخذ منه الطباء الأبيض الذي تطبى به. فهو هنا بيقول لك تجربة الجير دي، احنا بنسميه الجير، ما أعرفش إذا البلاد الأخرى تستخدم اللفظ أو لا. الجص والنورة من البياض ما لا يفعله السحق والتصوير، يعني تسحقه كده أو تدوقه كده ما يتنوا على لونه، لكن تصب عليه المية يتحول إلى أبيض وجير. فليس بياضهما. طب الكلام ده قالوا منين؟ بيقول لك هل تخللته أشعة؟ لم يجد عليه شيء إلا المية اللي لحقيت عليه، والماء كما هو معلوم لا لون ولا طعم ولا رائحة. يبقى ما قالوش لون منه، إنما هو الانفعال الذي حدث فيه بعد صب الماء تحول إلى لون أبيض، وليس اكتساب اللون من اللي بيسميه الفضاء أو إيه يا شيخنا اللي هو يقصد به الفضاء، الهواء. فالهواء ليس هو السبب، وإنما الانفعال الذي حدث فيه. يقول بسبب أن الطبخ أفادهما تخلخلا وتفرق أجزاء. ثم الدق والسحق بيفرق الأجزاء، ثم بيضش ليه؟ لو كانت المسألة تخلل الأشعة من الفضاء المحيط. يفعلان فيهما مثل ما يفعل الطبخ، بل بياضهما وهما ايه الجس والنورة، يعني مادة برضو جيرية أو البنويين يعرفوه الاثنين بياضهما بسبب أن الطبخ، وهو هنا يعني التفاعل الناشئ من صب الماء، أفادهما مزاجا. قلنا كده الاختلاط شيء والامتزاج شيء. الاختلاط يخلي العناصر المكونة كما هي، لكن المزاج بيحصل انفعال بين العناصر وينشأ على جديدة، فيسمى مزجا أو مزاجا. ومنه المزاج اللي في الإنسان، يقول لك أنا بعدل الطاسة. عارف الطاسة؟ مصري طبعا عارف الكلام ده. ايه اللي بيحصل؟ المزاج اللي في الجسم، ما في مزاج، مواد مختلفة تختلط وتصنع مزاجا يعني موافقة لطبيعة الإنسان فينبسط شوية. فده ممكن ينشأ عن محرم وممكن ينشأ عن مباح. ولذلك سمعت من أحد الفقهاء إن الإمام اختلاط الهواء المضيء بالأجزاء الشفافة، لو كان ده هو السبب، طب قالوا منين؟ تم الهواء لما ندوقه كده ويتحول إلى فتات ما تخلتش الأشعة وحولت الأبيض ليه؟ إنما هو انفعال ومزاج، يعني حالة جديدة، كيفية جديدة. يعني هناك مزاج يتبعه حدوث اللون، وليس ذلك الذي قلنا به أبعد مما يقول الحكماء إن الضوء شرط لحدوث الألوان كلها. طب هذا يبدو غريب يعني، وإنك لما تصفي تغيب الألوان، شيء مستبعد، لكن الاستبعاد في العلم وفي الفكر لا قيمة له. الاستبعاد ظن وليس برهانا. يعني أنا في أغلب الظن الكلام ده ما يمشيش، هذا الاستبعاد، فهمني؟ فهو ليس جزما بحقيقة ما، ليس علما. فالاستدلال عايز برهان قاطع جازم،
كما قلنا العلم هو إدراك الجزم المطابق للواقع الناشئ عند العلم، هو ده اللي اسمه علم، إنما غير كده ما يبقاش. فهنا ده مجرد استبعاد، يعني يقول كان، فإذا كان كلامنا بعيد أو كلامكم أبعد وكله تخمين قصاد تخمين. قلنا العملية عايزة تجارب في المعامل معانا كما هو العلم المعاصر، ولا لازم نستفيد من 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 الوضع، وده أدل على قدرة الله عز وجل العالم. ولذلك آمن السحرة لأنه عرفوا أن ده لا يفعله مخلوق، وهم أعلى طبقات العلم حين ذاك. ولذلك ابن رشد بيقول هذا الكلام نفسه، أنهم لعلمهم آمنوا لأنهم عرفوا أسرار المخلوقات. ولو علمت الإمام الغزالي لا يعرف علم اسمه ده وظائف الأعضاء ومصابقة البنية الجسمية الداخلية لمتطلبات الحياة إلا ويؤمن، يعرف الحقائق هذه. إنما لو كانت الحكاية تخلو الأضواء من الجو، طب ما إذا سحقناها أو دققناها ماشي الكلام ولا مش مفهوم؟ اللي ما يفهمش حاجة يسأل فيها يا سادة. من دون الأسئلة اللي قالت لي كلها بر الموضوع مش في اللي بنقوله هنا. شرط لحدوث الألوان إذ يلزم منه انتفاء الألوان في الظلمة، يعني إيش حاجة غريبة أصحي النور يبقى الكتاب كان أخضر يتحول يبقى أصبح أسود، يعني حاجة غريبة. لكن إحنا قلنا ده مش دور خالص، المخلوط ده اللي بيبيعوه في الأزايز ده مش دور، ده مادة ملونة. شوف يا سيدي، بياضهما بسبب الطبخ أفادهما مزاجا، قلنا الكلام من صب الماء، وذلك يوجب البياض يعني التحول إلى بياض، مصدر البياض الشيء اللي صار أبيض، البياض يعني التحول إلى أبيض. قال ابن سينا فقد بان بهذه الوجوه اللي هي الخامسة أن البياض بالحقيقة في الأشياء ليس بضوء من الجو أو من الفضاء، الأشياء ليس بضوء، ثم لسنا نمنع أن يكون للضوء التأثير، لكن مش دائما وأبدا. ممكن الضوء إذا سلط ضوء على حاجة تبدو لامعة كما لو كانت بيضاء، اللمعان اللمعان حاجة عبارة عن ترددات أشبه بالبياض، لكن ليس اللون الأبيض مقصورا على مثل هذا اللمعان، واضح يا سيد؟ إنما هو واحد من الأسباب. ولسنا نمنع يا شيخنا فين؟ وبعدين قال الكلام ده في تشكيك في نتائج الإدراك الحسي. احنا بنقول أسباب العلم للخلق ثلاثة، الحس الحواس السليمة، إنما واحد حواسه يعني ما بيشوفش إلا شيش بيش كما يقول المصريون، يعني نص نص، ما يدري شيش بيش يعني شيء ولا شيء، هكذا قال واحد عالم والله، إنما هو كلام، أنت فاهم؟ يعني ضعيف البصر ده مش مقياس، ممكن يشوف الأحول، عارف الأحول؟ يشوف الشيء الواحد شيئين، إنما هل هذا هو حال الناس جميعا؟ العبرة بالمتوسط السائد، فهذا الحواس السليمة والخبر الصحيح أو المتواتر، وعرفت التواتر الثلاثة والعقل، العقل أيضا إحنا بناخد الظواهر المرئية والمحسوسة ونشغل مخنا ونوصل إلى إن الممكن لا يترجح أحد جانبيه على الآخر، وجوده على عدم أو العكس،
إلا بسنة، وهذا شيء ضروري في كل عام، واضح؟ هذا العاق. هو هنا بيقول إن التشكيك في الحسيات يؤدي إلى سفسطة. سفسطة يعني الفريق الذي كان يقول أيام سقراط باستحالة المعرفة، وأن المعرفة ذاتية، يعني أنت شايف كده وهو صح بالنسبة لك، وأنا شايف حاجة ثانية أهو ده صواب أيضا بالنسبة لي، إذا ما فيش حقيقة مشتركة معترف بها، وهو جاء عشان يحارب تلك السفسطة. فالفلسفة السوفسطائية أي القائلة بأن لا حقيقة في الواقع وأن لا سبيل إلى إدراكها، واضح؟ وهذا اسمه السفسطة اللي هو عمنا سقراط ده، ولو انه كان يعني مش كويس كل حاجة، يعني سواء في سلوكي او في فكري، انما خطوة تقدمية بالنسبة للفكر البشري. وهو اللي قال بالتعريف اللي هو القدر المشترك بين الشيئين، الاشياء المتشابهة او المشتركة في نوع واحد، يعتبر هو ماهية الشيء. فالإنسان والإنسان والإنسان، محمد وعلي وإبراهيم وفاطمة وإليزابيث وفلان، كل دول إيه؟ بيفكروا. يبقى حيوان واعي أو مفكر، حيوان ناطق. فأول من قال بالتعريف وأنه حقيقة واقعية يمكن استخلاصها من الأشياء هو وأرسطو، خذها بقى وتوغل في البيان أكثر. وأيضا لم يكن موفقا في كل شيء، إنما كتر خيره ولا ما كترش خيره، عايز تسيبه سيبه، أنا مالي، بس ما تسيبش الصحابة. فيلزم السفسطة، لا مش ضروري. إحنا بنقول إن الإدراك الحسي فيه غلط، معرض للخطأ، ولازم من التنقيح. فده لا يؤدي إلى سفسطة بمعنى إلغاء المعرفة نهائيا. سفسطة هي سد باب المعرفة وأنها محالة، ولكن من الممكن أن واحد يغلط أو كثير يخطئون، ولكن لا يخطئ كل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي لا تجمع على إيه؟ على خطأ أو باطل. وهذا هو الأصل في دلالة الإجماع. فهناك فرق بين الإدراك الفردي والأشخاص المعيبة، وبين ويلزم ارتفاع الأمان عن الحس. وإذا ارتفع الأمان عن الحس يعني عدم الوثوق به، يبقى لا طريق إلى إثبات وجود الله، يعني عن طريق هذا الذي حولك تصل إلى كذا. معنى يا شيخ، وهو أنه قد صرح فيما نقلناه من كلامه بأن المحسوس في هذه الأمثلة أمر موجود، يعني ما اختلف في هذا كله، لا ينسخ طريق الحس بالكلية، إنما يدعو إلى مزيد تحرز وبحث وفحص، لأن المحسوس أمر محسوس موجود، هو الضوء المنعكس المتعاكس، وجعله بياضا، جعله بياضا حادثا بطريق مخصوص. وقال: واما انه هل يكون بياض غير هذا، ده الكلام الاولاني، فمما لم اعلم بعد امتناعه ووجوده، يعني لا كده ولا كده، متوقف. وسياتي لي كلام، يعني هو منبه برضه، وسيأتي لي كلام ابن سينا في هذا المعنى أشد استقصاء، ويعني أكثر استيفاء، وأشار به إلى الوجوه الخمسة اللي جبناها هنا دي فيما سبق، الدالة على أن البياض قد يحدث بطريق آخر غير السكة الوحيدة اللي أنا في الأول قال استواد يدي مش عارف إيه، حمرة وعودية فيظهر أن البياض لون
مغاير للضوء المسمى في تلك الأمثلة بياض، لأن الضوء حاجة والبياض لون، والضوء ما يعني، لكن تساهلا بنقول لما بنسلط الضوء على جسم يبان كأنه أبيض. جانب العمود ده اللي هو قصاد المصباح كأنه أبيض يعني، مع إن الباقي داكن اللون مختلف كأنه بياضا وليس في هذا صفصطة. شوف يا سيدي، وليس يعني ما يعني اللي نقوله ده مش أبعد من اللي أنتم بتقولوه الاستبعاد، ومع ذلك الاستبعاد ليس دليلا، الاستبعاد مجرد غلط ظن. أغلب ظني الكلام ده مش معقول يحصل، لكن ما هوش قطع بعدم الحصول ولا بالحصول، فهو ليس دليلا بل استبعاد. فإذا أخرج المصباح مثلا من البيت المظلم تغيب الألوان كلها؟ نعم تغيب الألوان، بس مش الألوان التي صارت مواد زي ما على الجلد ده، عنده صبغ مادة مش لون فقط التي فيها، وإذا أعيد صارت ملونة. يا ترى الكتب اللي في الأوضة المظلمة اللي في المكتبة اللي في البيت ملهاش إلا لون خالص؟ ولا شك أن هذا أبعد من حدوث البياض في الأجزاء الشفافة بمخالطة الهواء من غير مزاج، اللي هو العادية أنه الفقاقيع اللي على وجه الشيء يتخللها أشعة من الجو فتبدو كما لو كانت بيضاء، اللي هو الفقاقيع دي اللي احنا بنسميها ايه؟ شيخ علي اللي على الشوقي يقول لك حفك سهل حبب فهي فضة ذهب، كلام حرام لأن يعني تحت ذهب خمر الصفراء وفوق فضة اللي هي الفقاقيع البيضاء عندكم في لبنان وفي الحتة دي، وقال الكلام ده. فالحبب هو الفقاقيع التي فوق الكأس، هي عبارة عن بلورات من الهواء أو من الماء، وبعدين يجي اللون ينعكس عليه كما لو كانت بيضاء، هي مش بيضاء ده حاجة، من المية لا لون ولا طعم ولا رائحة. ولذلك تتخيل يعني مش إدراك دقيق حسي من الموجب للعلم معنا يا سادة. إذ يلزم منه انتفاء الألوان في الظلمة وحدوثه عند وقوع الضوء على محلها، فإذا أخرج المصباح مثلا أو أفلت الزر من البيت المظلم انتفى لون الألوان والأشياء التي فيها، وإذا أعيد صارت ملونة. لا ده خلاف الحس، مثالية الاستحالة عادة. هم عندهم المعدوم لا يعود، لأن لما تعيد المعدوم بذاته يبقى تخلل العدم بين الشيء ونفسه، فاهمين؟ والعيد كلام الفلاسفة، ولذلك قالوا باستحالة البعث، بعث الأجساد، إنما تبعث النفوس عندهم لأنها لا تفنى. وهذا كلام غيره ابن سينا في رسالة الأضحوية في أمر المعاد، وقال بالبعث الحسي. وعشان كده بنقول تأخذ المفكر بمجموع كتبه وعمله، إنما في أغلب كتبه يقول باستحالة البعث، بعث الأجساد، ولذلك قالوا بأن الجزاء في الأخروي معنوي مش حسي، مع أن القرآن فيه يجي 700 آية أو أكثر تثبت النعيم الحسي. وهذا يقول الأمدي، يقول الإمام غزالي كفرهم في ثلاث حاجات، في مسألة العلم، وأن ربنا ما عرفش التفاصيل بيعرف الجملة كده، الكليات تبتدع الكليات،
وفي مسألة قدم العالم وحدوثه أن العالم قديم، أن ربنا يظهر كده ويتوجد، يعني يتوجد مع العالم ما لا يتخلف عن علته، لأنه هو العلة والعالم معلول، والتلازم بين العلة والمعلول زي الخاتم والإصبع كده، تحرك الإصبع يتحرك الخاتم حتما. أنت فهمني؟ ده كلامهم وكله مردود عليه طبعا. والتالتة مش عارف إيه يا شيخنا، بعث الأجساد، ما هو إن بعث الأجساد في أول حاجة، وبعدين العلة والمعلول وقدم العالم. و الأشياء بوجه كلي دون الجزئيات، تعرف الأشياء بوجه كلي، العلم بالكليات، هو العلم مثلا قلتها انه يعرف الجمليات او الكليات فقط دون تفرق، بقدم العالم، قدم العالم والعلم الجزئي الكلي دون الجزئي، وعدم بعث الاشياء. والأمدي بيقول بيدافع عنهم الا في مساله نفك النعيم الحسي، انا ما اقدرش، لان في 700 آية في القران تثبت هذا، فمعناه انهم بينكروا ايات من القران كده. لكن الاولى عدم التكفير، ونبحث عنه، خصوصا ما دام قال في رساله من الرسائل. انت حر، اللي عايز برضه يسب يسب، واللي عايز يكفر يكفر، لكن انا مش هكفر. والشيخ محمد عبد الحليم محمود قال كده، الغزالي خالف منهجه في عدم التكفير، اقرا كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، الاقتصاد في الاعتقاد، لا هو مش بس الاقتصاد في الاعتقاد، اللي داخل في المساله دي اكثر، اللي هو يا شيخ المنقذ من الضلال فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقه. وقال احنا اذا كان عندك 99 وجه للتكفير والواحد خذ بالواحد، وده اصله حديث شريف، انما لا تندفع الى تكفير الاخرين. وده موضوع من مواضيع الساعه. الازهر يقول بالوسطيه والاعتدال، ومع الشيخ الامام الغزالي في كتابه فلسفه التفريق، ومع قول ائمه الاسلام انه لا يكفر احد بذنب. العقيده شيء والعمل شيء اخر. معانا يا سادة؟ ومن اعترف بوجودهما اللي هو بوجود السواد والبياض قال هما الأصل، والبوائي من الألوان المتوسطة دي تحصل بالتركيب، تركب بين، يعني ليس لون واحد وإنما هو مركب ألوان، مع كفيء الغمام، يعني ظل الغمام، الغمام ده يا بنضرب فيه المثل اسمه زي السراب، انه يبدو ابيض ولا فيش بيض هناك ولا حاجه، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا كما قال الله تعالى. الذي اشرقت عليه الشمس والدخان، اذا كان في دخان في وسلط عليه يبدو احمر، اختلاط الضوء مع ذرات الدخان يدي حمرة، والذي خلطه حصلت الحمرة، أي انغلب السواد على الضوء في الجملة، وإن شدت فالغتمة أغتم يعني داكن كده زي ما بنقول دلوقتي، فالغتمة مع ما غلبت الضوء على السواد حصلت السفرة، وإن خالطها أي السفرة سواد اللي هو غبرة مش سواد خالص، غبرة سواد مشرق، لأنه ازاي سواد مشرق؟ غبرة فالخضرة، والخضرة إذا خلطت مع بياض حصلت هنا بمشرق بمواد عشان تعرف اللون، الزنجارية، عارف الشيء المتخلف في الحلة بعد ما زي النحاسية كده تقريبا كان نحاسية، المواد النحاسية إذا ما يعني نشأت على يد، يعبروا عن مادة سامة على فكرة، اللي هي إذا كانت في المعلاة اللي من النحاس،
يحصل عليها صدى معين كده، ده خطير يعني، وهو هو الزنجالية دي التي هي الكهنة يعني كهبة أكهب يعني برضو داكن أوي متغير اللون، التي هي الكهبة، وإذا خلطت الخضرة مع سواد حصلت الكراسية، بيقول لك بحشيش الأخضر ده الكراسية زي الايه؟ خضرة يعني زي الكرات، عارف الكرات؟ ولا ما تعرفوش؟ بروح عند الخضرة واشتري النهاردة يجي لك كرات. الخضرة الكراسية جديدة، والكراسية إن خلط بها سواد مع خليل حمرة حصلت النيلية، اسمه إداد مش سواد كامل. اللي هي سموها نيلة، ودي اتكلمنا فيها الأسبوع الماضي، وقلنا إن الستات من وجوههم عند الحزن ينيلوا وشهم بالفن، وإن اللغة الأردية فيها كلمة نيل يعني سواد كده، وهذا يعني فعلا مياه النيل تميل لأنها مش مية، المية لا لون لها، المية مخلوطة بعناصر. كراتية سواد مع خليل حمرة حصلت النيلية، ثم النيلية إن خلط بها حمرة حصلت الأرجوانية، يعني تحمر جدا الأرجواني، وعلى هذا فليس حالة على هذا فقس سائر الألوان، لا مشكلها حتى لكن مش قادر أشوف، وعلى هذا فقس حال سائر الألوان. طيب نوقف عند المخصصان. وقال قوم من المعترفين بالألوان إن اللون حقيقة الأصل فيها خمسة، السواد قسموا السواد الأساس زي ما قلت لك، والبياض وذا في النهاية، ولكن في وسطهم حمر وصفر وخضر، خمس ألوان. ودي إحدى الأقوال اللي موجودة حتى في كليات العلوم الحالية، فهذه الخمسة ألوان بسيطة ومع ذا تركيبات منها، وتحصل البواقي بالتركيب من هذه الخمسة بالمشاهد، فإن الأجسام الملونة بالألوان الخمسة إذا سحقت سحقا ناعما ثم خلط بعضها ببعض فإنه يظهر منها ألوان مختلفة بحسب مقادير المختلطة، كما يشهد به الحس، فدل ذلك على أن سائر الألوان مركبة منها. والحق أن ذلك أعني تركيب هذه الخمسة على أنحاء شتى يحدث كيفيات في الحس، مش ضروري في الواقع، كيفيات في الحس هي ألوان مختلفة كما ذكرتم. وأما أن كل كيفية لونية سوى هذه الخمسة فهو من هذه من قبيل مركب منها يعني، أم مما تركب منها، فشيء لا سبيل إلى الجزم به، كما قلت لك لا بد من تجارب في المعامل الآن عشان يكون كلمة علم. ويجوز أيضا أن يكون جميع معاد الخمسة مركبة، وترك المسألة مفتوحة عشان من لوثه لك، فالواجب أن يتوقف فيه، ما نقطعش برأي المقصد الثاني. وإلى الأسبوع القادم، السلام، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكرا لكم.